السلام عليكم، معكم دكتور صيدلي محمود قريطم. الكحة مشكلة كبيرة بتواجه ناس كتير، وخصوصا احنا في فصل الشتاء. الفصل ده بيصاحبه ادوار برد وانفلونزا، بس المشكلة ان بيبقى فيه كحة مصاحبة مع ادوار البرد والانفلونزا والنزلات الشعبية، وبتبقى مع بتحصل للاطفال والكبار. النهاردة موضوعنا هيكون مركز على الكحة المصحوبة ببلغم، مش الكحة الناشفة، الكحة المصحوبة ببلغم طبعا. ودي غالبا بيجي للناس اللي هم مدخنين، دايما بيبقى عندهم كحة ببلغم. برضو أدوار البرد والإنفلونزا برضو بيجي ساعات صاحبها كحة مصحوبة ببلغم. عشان ما نطولش في الفيديو، النهارده معانا دوايين ممتازين جدا بيستخدموا لعلاج الكحه المصحوبه ببلغم. اول دواء معانا اللي هو اللوبري كاف شراب. طيب ايه يا دكتور ميس اللوبري كاف شراب، واشمعنى ده بالذات اللي انت بتتكلم عنه مع ان في ادويه كحه كتير؟ بص يا سيدي، عارف انت الفوار بتاع البلغم اللي هو الاستايل سيستين ال 200 و 600؟ ساعات في ناس ما بيحبوش الفوار، فبيحبوا حاجه برضو زي الفوار كده بتدوب البلغم وفي كفات الفوار، وعباره عن دواء شرب. احنا النهارده حلينا المشكله دي. اللوبري كاف شراب عباره عن الان استايل سيستين، اللي هو عباره عن الماده اللي موجوده في الفوار بتاع البلغم، وكمان فيها الكلوروفينيراميد، يعني الماده اللي بتساعد على انها تدوب البلغم وتدوب الافراز المخاطيه، والكلوروفينيراميد اللي بتهدي الحساسيه وبتهدي الكحه. طيب الدواء ده طعمه يا دكتور زي ما حضرتك شايفين، انا رسمت الفراوله اهو، طعمه جميل، يعني طعم الفراوله، وينفع الاطفال والكبار. بس خدوا بالكم، هو استخداماته من عمر 3 سنين فاكتر، اقل من سنتين ممنوع، يؤخذ بسنتين جرعه بسيطه جدا، لكن من عمر 3 سنين مصرح بيه. تمام، الجرعه من عمر 3 سنين لغايه 6 سنين ممكن ناخد 5 سنتي 3 مرات في اليوم. تمام، ومن 6 سنين ل 12 سنه 5 سنتي 3 مرات في اليوم بعد الاكل، ولو ما فيش استجابه ممكن نزود الجرعه على 10 سنتي بعد الاكل 3 مرات في اليوم. تمام، طيب الكبار او البالغين اللي اكتر من 12 سنه بياخدوا 10 سنتي 3 مرات في اليوم. الدواء ده امن تماما، بس هنقول نقطه صغيره، بلاش الحوامل والمرضعات يستعملوه، كمان بلاش اللي لسه عندهم تعب في المعده يستعملوه، والناس اللي عندهم مشاكل في التبول او احتباس في البول بلاش يستعملوا الدواء ده. الدواء بس غالي حاجه بسيطه، هو ب 21 75 قرش، يعني 22 جنيه الا ربع اهو، 22 جنيه الا ربع. الدواء اللوبري كاف شراب من الادويه الممتازه جدا للكحه المصحوبه ببلغم، وكمان بيساعد انه يهدي الكحه. الدواء الثاني اللي معانا اسمه الترا سولف شراب. الترا سولف شراب زي ما حضراتكم عارفين ده بيحتوي على ثلاث مواد فعاله، الجوايافينيزين ودي ماده طرد البلغم، والكربوسيستين، والمادة دي بتساعد على ذوبان البلغم، والأوكسيميمازين والمادة دي مضادة للحساسية، وكمان بتساعد انها تهدي الكحة. الالترا سولف شراب من الادوية اللي كتير من دكاترة الصدر والحساسية بيكتبوها للاطفال والكبار بامان تام وفعالية تامة. اول حاجة طعمها حلو، طعم الكراميل، فالاطفال والكبار هياخدوها بفعالية وامان. كمان بنستخدموه للالتهاب الشعب الحاد والمزمن، كمان بيستخدم للناس اللي عندها كحة فيها نسبة سعاء، يعني الناس اللي عندهم كحة ناشفة شوية بيستخدم بها، يعني لو كحة مش بلغم لكن كحة فيها شوية نشوفية شوية وبعض البلغم البسيط، ممكن الترا سولف يستخدم عادي مفيش مشاكل. تمام، لكن هو اصلا بيستخدم للكحة الايه المصحوبة ببلغم. كمان التهابات الجهاز التنفس العلوي بيستخدم، وكمان الالتهابات الرئويه البكتيريه والفيروسيه، لما بيجي التهاب بكتيري وينتج عنه دور كحه ومصحوب بلغم، الترا سولف من الحاجات المتميزه والفعاله جدا
في علاج الكحه دي. تمام. طيب الالترازول في شراب بيستخدم من عمر سنتين بامان تام، من عمر سنتين لخمس او ست سنين بيتاخد 5 سم 3 مرات في اليوم، ومن عمر ست سنين لغايه 12 سنه 10 سم 3 مرات في اليوم، ومن عمر اكتر من 12 سنه 15 سم 3 مرات في اليوم، وده بيكون بعد الاكل. الدواء ده من الادويه الفعاله جدا 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 اللي بتجيب نتائج متميزه في اذابه البلغم وطرد البلغم بسهوله وفعاليه. طيب انا عايز اقول نقطه صغيره، الناس اللي بيسوقوا تمام الالتراسول في شراب يا ريت ما يستعملوش اثناء السواقه او قياده السيارات، لان ممكن يعمل شويه دوخه او دوار خفيفه. برضو الناس اللي عندهم احتباس في البول، برضو الناس اللي عندهم تعب في المعدة بلاش يستخدموا. كذلك برضو عشان نسيت انا اقول لكم على النقطة دي، ان دواء اللوبريكا في شراب الناس برضو اللي بيسوقوا بلاش اثناء القيادة يستعملوه، يعني يستعملوه في اي وقت بس لما يجي يسوقوا طبعا ما يستعملهوش، يعني بعد ما يرجع من الشغل او السواقة مفيش مشاكل يستعمله عادي بامان وفاعلية. اللوبريكا في شراب من الأدوية الكحة المتميزة جدا بطعم الفراولة اللي هي لها تركيبة متميزة وتركيبة فريدة كده في السوق المصري. الألترا سولف من الأدوية اللي بتساعد في علاج الكحة المصحوبة بالبلغم، وبرضه بتساعد شوية في علاج الكحة الناشفة برضه، لكن هو أساسا في الكحة المصحوبة بالبلغم وطعمه جميل. من الادويه الدكاتره بيحبوها جدا، دكاتره الصدر والحساسيه بتجيب نتائج معاها كويسه جدا. اللوبريكا في شراب 21 جنيه 75 قرش، الالتراسول في شراب ب 13 جنيه ونص. تمام. الدوائين متوفرين في كل الصيدليات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.